السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي جريد فور. هنكمل النهاردة الجزء الأخير من شرح جميع قواعد الترم الثاني، وهي قاعدة النفي. طيب، قاعدة النفي دي أنا عايزة أحول الجملة من إن هي جملة مثبتة إلى جملة منفية. أنا في الإنجليش مثلا، طبعا في طرق نفي كتير، بس في الإنجليش ممكن أنفي الفيرب باستخدام كلمة don't. I like, I don't like. I want, I don't want. صح كده؟ طيب، ايه بقى اللي بيساوي الدونت في الفرنش؟ بص بقى يا بطل، قبل ما اقول لك ايه اللي بيساوي كلمه دونت في الانجليش بيساويها ايه في الفرنش، عايز اقول لك على حاجه بس ما تضحكش. الفيرب عشان انفيه في الجمله، انا شغلي كله على الفيرب. زي ما بنفي الفيرب في الانجليش I like, I don't like. I want, I don't want. I eat, I don't eat. don't او الدونت اللي احنا بنحطها دي هي الأداة اللي أنا بنفي بيها، صح؟ طيب، أنا عايز أنفي في الفرنش، بنفي في إيه؟ بستخدم حاجتين، أحط قبل الفيرب ني، أحط الفعل كده هنا في النص، وبعدين كمان تكت مفتاح كده الناحية التانية. بحتاج مفتاحين، بحتاج مفتاحين. بقفل عليه كده تك بالني، والناحية التانية تك بالباء. طب لو الفيرب ده الفعل ده كان بادئ بفويل، على طول ان تتحول الى ان ابوستروف. ادي اول مفتاح، واحط الفعل في النص، وبعدين اقفل ببقى. هو ده النفي. يعني ايه؟ ناخد اكزامبل كده يمس عشان نفهم. لو انا قلت لك جي ان روبو، انا معايا روبوت جي ان روبو، وعايزه انفي الجمله دي. طيب الميس قالت احنا بننفي مين؟ الفعل. هو ده الفيرب، هو ده الفيرب. هنفيه ازاي؟ ما انا كاتبه لك قدامك اهو. هنزل الجو ديت بره الموضوع، لا الجو دي غلبانه وطيبه وبتتعب معانا قوي في الفرنش. مين بقى اللي هنمسكه كده بالمفتاحين؟ نقفل عليه كده بمفتاح من هنا ومفتاح من هنا. الفيرب، ده فيرب افوار، بس الفيرب ده بادئ بفويل، هاجي انفيه بني مش هيقبل. هننفي بإن أبوستروف، أدي أول مفتاح، وأحط الفيرب وأقفل على الفيرب كويس عشان ما يقعش مني. وبعدين طيب، دي كده أول حاجة إحنا عملناها في النفي. الميس قالت هننفي بني با أو إن أبوستروف با. طيب، إيه الحاجة التانية بقى المهمة جدا جدا في النفي؟ ليز أرتيكل إنديفيني. قبل ما أكمل الجملة بص معايا كده يا بطل. إيه ليز أرتيكل إنديفيني؟ عندي أدوات النكرة، آ للمذكر، إن للمؤنث، دي للجمع. مالهم؟ لا مش مالهم، دول استحالة يقفوا جنب نيو با. طب يعني أعمل إيه يا مس في الآية دي؟ هتتحول، هنغير شكلها عشان نضحك على النيو والبا المفتاحين دول بتوع النفي، ونغير شكل الآ عشان الجملة تكمل. طب أغير شكلها خليه إيه؟ هحوله إلى دو أو دو أبوستروف. يبقى أول خطوة عملنا الفيرب، حطيت قبله ني وبعده با، والأداة هتتحول إلى دو، وبعدين أكتب غوبو. الموضوع سهل بس عايز تدريب. هديك كمان جملة، لو قلت لك تويي، خليها تويا، تويا أون شيا، أنت عندك كلب. عايز أقول أنت ما عندكش كلب، أنت ليس عندك كلب. أنفيها إزاي؟ التي لها علاقة بالنفي، لا التي بتنزل يا مس عادي. فين الفيرب؟ استنى كده ما نعمل عليه بالهايلايتر، ده هيهرب مننا. فين ده؟ ده مش هيهرب مننا. طيب الفيرب ده هنفيه، نحط مفتاح هنا ني وبعده با. طب ينفع ني ولا ان ابوستروف؟ برضو هحتاج الان ابوستروف عشان الفيرب ده بادئ بفويل. بن ابوستروف، ادي الآ، ادي با، قابلتني هنا اداه نكره يا ميس، حول لدي او دي ابوستروف. هحولها لدو عشان حرف السي ده مش متحرك. Tu n'as pas de chien. طيب كمان جملة، لو قلت لك il a un vélo، هو عنده دراجة. عايز أقول هو ليس عنده دراجة، الإيه اللي ليها علاقة بالنفي؟ لا الإيه تنزل. طب فين الفيرب؟ فين فين؟ اللي حافظ بقى فيرب أفواغ هيبقى عارف إن هو ده الفيرب. حرف الآ ده، حرف الآ الفتفوتة ده معناه يملك أو عنده.
هو ده اللي احط قبله ني وبعده با. انا عارف يا ميس ان انا احط ان ابوستروف عشان الحرف ده في ويل متحرك. وما انساش المفتاح التاني، النفي ده مفتاحين، النفي بستخدم فيه مفتاحين، مفتاح ني ومفتاح با لازم اقفل عليه. لو نسيت واحد منه هنقص نفسي درجة. طب انقص نفسي ليه؟ يبقى احط قبله ني وبعده با. قبلتك اداة ايه؟ نكرة، حول عشان الني والبا يقبلوها، بحولها لدو وبعدين اكمل كلمة فيلو. بص معايا كده في الكتاب بتاعك، بسم الله. بص البادج دي كده، هنا جايب لي كذا زومبل على النفي. زوي بيقول لي هنا ايه؟ بيقول جي ني با دو روبو، انا ما عنديش روبوت. جو فو ان روبو، انا عايز روبوت. بص النفي عامل ازاي؟ ا فيرب افوار او اي فيرب بادئ بفويل بننفيه بان ابوستروف والمفتاح الثاني با. وبعدين هنا دو، الدو دي كانت اصلها ايه ومتحوله. طيب بازيل هنا بيقول مي تو يي ان في، لكن انت بتكون بنت، هو انت بنت؟ ماشي. لولو اي موا، وانا جي ني با دو بوبي، وانا كمان ما عنديش عروسه لعبه. جي فو ان بوبي. بازيل قال له مي تو يي ان غارسون، بس انت ولد ازاي عايز بوبي؟ ازاي عايز عروسه لعبه؟ خلي لي بالك من النفي اهو، ني او ان ابوستروف وبا. طب انا حافظ يا ميس كلمه بوبي بالشكل ده. ايوه، لكن لو النفي موجود شكلها بتغير. النفي بيغير شكل الادوات الثلاثه دول، بيغير الاي والان. ده بقى انا ماليش دعوه، هو الفرنش قال لي كده، قال لي الاي والان والدي لو اتوجد جنبهم في الجمله ني با او ان ابوستروف وبا مش هيقفوا. طب هنحط بدلهم ايه؟ هنحط بدلهم دو او دو ابوستروف. طيب هنا مامي بتقول جي ني با دو فيلو، انا ما عنديش دراجه، ما عنديش عجل. ادي برضو نفي اهو وجاي بعده دي. جي فو ان فيلو، انا عايزه دراجه. هنا ما فيش نفي، احط ا وان ودي عادي، هنفي لازم يتحولوا. طيب بازيل هنا قال مي لكن تو يا اموتو، انت عندك موتوسيكل؟ غودولف رد قال له او سافا مال، جيني با دو بالو، انا ما عنديش ايه كوره. برضو ام بالو تحولت لدو بالو في النفي. فبازيل اخر جمله قال مي تو يا ان دراجو، لكن هو انت ايه وحش؟ هو طبعا هنا الجمل مش بيكون ليها معنى قوي مفيد، لكن بيحاول يكمل لك كلمات، بيحاول يجمع لك حصيلة كلمات في جمل من كلماتك انت. تمام يا حلوين؟ يبقى النفي بيتلخص في كلمتين. اول حاجة بص معايا كده، النفي بنحط قبل الفعل ني وبعده لخبط للتنسيق، هظبطه لك دلوقتي، وبعده با، بعده با. يعني لما اقول لك جي ان خليها ان مثلا ان جيتار، انا عندي جيتار عايزه انفيها، سهله جدا يا مس جو، تتفضل تنزل. الفيرب هو اللي مطلوب القبض عليه، هنقفل عليه بمفتاحين، عايزين الفيرب ده مهم قوي في الجمله. حط قبله ان ابوستروف واحط بعده با. طيب الان تفضل زي ما هي؟ لا، الميس قالت ا وان ودي بيتحولوا لدو او دي ابوستروف، هنا حولها لدو وبعدين جيتار. جيني با دو جيتار، انا ما عنديش اي جيتار. طيب القاعده دي سهله محتاجه تدريب. طب خليني كده انفي الجمله دي، خليني انفيها. تو يي اند غاجو، ها انت تنين، انت وحش. طيب هتبقى التي ليها علاقه بالنفي؟ لا، التي بتنزل. هنفي الفيرب هنا بان ابوستروف، ده فيرب اتر، ده فيرب اتر اهو، تي انت تكون، والمفتاح الثاني با، والا الميس قالت هتتحول ا او ان او دي بيتحولوا لدو دي ابوستروف، احول دو وبعدين تراجو. يبقى انا هنا عملت ايه؟ عادي يا ميس، التي تتفضل تنزل زي ما هي، وده الفيرب قبله ني وبعده با، والاداء بتتحول لدو. واكمل الجمله عادي،
tu n'es pas de dragon. تمام؟ ده كده بالنسبة لقاعدة النفي. طيب الجزء المهم جدا، بحاول أخلي الفيديو ده قصير عشان وقت المراجعة كده قبل الامتحانات يكونش فيه وقت إن إحنا نسمع حاجات طويلة. طيب بص لي بقى على البادج دي عشان مهمة قوي يا بطل. مالها؟ بص بقى، أنا إن شاء الله في الفيديو ده هحفظك فيرب جوي وفيرب فير مع الأدوات والألعاب اللي بتيجي بعده بطريقة مش هتنساها أبدا. إيه هي؟ بص معايا كده في الوايت بورد بتاعتنا. طيب فيرب جوي معناه إيه بالعربي أصلا؟ يلعب. طيب فيرب فير معناه إيه؟ يمارس. جميل. الاتنين دول اشتركوا في حاجة مع بعض، إيه هي؟ إن جوي ممكن يجي بعده ألعاب رياضية سبورت، وممكن يجي بعده أدوات موسيقية، بلعب على البيانو، بلعب على الجيتار، تمام. وفيغ ممكن يجي برضو معاه نفس الحاجات. طيب جوي ده بيلعب، بيحب يلعب، بس مش هيلعب بينا بقى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني فيغ بجوي لو جي بعده، خليني بس كده أركز لك على جوي، سيب الفيغ ده دلوقتي. فيغ بجوي ده لو جي بعده ألعاب أي لعبة بقى، الروبو، اللي هو البوبي، جو فيديو، دي كلها ألعاب. طيب بص كده، كلمة ألعاب بادئة بحرف إيه؟ حرف الألف، حرف الآ. طب وي يعني أصبر بس، أنا محتاجة حرف الآ ده. ماشي، لو جالك فيرب جوي بعده ألعاب، حرف الألف بيقابله إيه في الإنجليش وفي الفرنش؟ حرف الإيه. هياخد بقى مع الألعاب دي أو، لو اللعبة دي مذكر، وهياخد ألا، أنا حاول أنسقها لك عشان لو حابب تاخدها سكرين، بس استنى لما أخلص. وهتاخد ألا لو اللعبة دي مؤنث، لو اللعبة دي مؤنث نحط قدامها ألا بعد فيغ بجوي. يعني كل اللي بقوله لك تلقوه والألا دي أدوات بتيجي بعد فيغ بجوي، لو جاي معاه ألعاب هتربط بحرف الأ، أ في الفرنش، أو بقى للمذكر وألا للمؤنث. وممكن أشوف لو اللعبة بادئة بفويل هحط لها أ إلا بوستروف. يبقى فيغ بجوي جه بعده ألعاب هياخد أو، هديك اكزامبل دلوقتي، او الا الابوستروف زي الاكزامبل ده. لو قلت لك جيجو جيجو وبالو، اه بالو انا حافظها، ام بالو هي مذكر فتاخد او، يبقى جوي مع الاي اي العاب هياخد الحاجات اللي بادئه بحرف الاي. طيب عايز اكزامبل على المؤنث؟ حاضر. جيجو à la poupée. Je joue à la poupée. أنا بلعب بالعروسة اللعبة. دي ألعاب، يبقى تاخد على طول الأدوات اللي بادئة بحرف الآ. بس الآ دي هتختلف في حاجة، لو هي مذكر أو مؤنث. يعني تاخد أو لو اللعبة مذكر وآلا لو هي مؤنث. ماشي يا ميس، أنا فهمت ده. بص بقى، فيرب جوي كل ده بنتكلم عن الألعاب. طيب أمال بقى لو هو هيجي معاه أدوات موسيقية. بص يا بطل، اتفقنا حرف الآ بيقابله حرف الإيه في الفرنش. خلينا أظلل لك الاتنين عشان تبقى فاكر الشكل ده. بص كده معايا، حرف الآ دوت هعمله لك زي حرف الألف، يبقى الألعاب هحط قدامها أو أو ألا لو هي مؤنث. تمام. طيب هو فيغ بجوي بيجي حاجة بعده بعد الألعاب؟ آه، ممكن يجي بعده جوي ده، ممكن يجي بعده د د د د المس علقت، لا معلقتش، أنا بعلق لك حرف الدال، محتاجاه أدوات موسيقية.
ماله حرف الدال؟ لا انا محتاجاه بقى، معلش. حرف الدال هيقابله حرف ايه في الانجل في الفرنش؟ الدي. يبقى جوي لو جه بعده ادوات موسيقيه هحط قبل الاداه الموسيقيه دي دو، لو هي مذكر ودولا لو هي مؤنث. يبقى فيرب جوي ده احنا نلعب بيه، هو ما يلعبش بينا. يعني ايه؟ يعني لو جه بعده العاب زي الكره والعروسه، اللعبه والروبو والفيلو وكل الالعاب دي، او حتى العاب رياضيه زي سبور او زي فوتبول، ياخد حروف الجر اللي بادئه بـ ا عشان الالعاب. لكن لما يجي ادوات موسيقيه زي الجيتار وزي الساكسفون وزي الصفاره الفلوت، نعمل ايه؟ لا، ندور له على حرف الدي عشان يمشي مع الادوات. بس دي بتتقسم زي ما قسمت هنا الاو للمذكر والاضا للمؤنث، قسمت هنا دو للمذكر ودولا للمؤنث. عايز اكزامبل يا ميس؟ حاضر. لو قلت لك جيجو، هجيب بقى معاه ايه؟ اداه موسيقيه، ادوات موسيقيه. جيجو دو ساكسوفون. ساكسوفون مذكر وهو اداه موسيقيه، يبقى ياخد دو. طب عايز أداة مؤنث، حاضر. جيجو دولافلوت عشان هي إيه؟ مؤنث. تمام؟ تاني يبقى جوي بيجي بعده نوعين من الأدوات، يا إما أو أو ألا أو دو أو دولا. إمتى استخدم دول وإمتى دول؟ قلنا الآ ألعاب، ها البالو دي إيه؟ ألعاب. البوبي دي إيه؟ ألعاب. الروبوت يعني ايه؟ العاب. الفيلو العاب. كل الحاجات اللي قلتها دي تاخد او الا على حسب نوعها. البالون مذكر اخدت او، بوبي مؤنث اخدت الا. تمام. طب لو جوي بقى جاي بعده زي مثلا بلاي بيانو بلاي جيتار، هيجي بعده ادوات موسيقيه، يبقى ساعتها اختار ايه؟ ما دام في ادوات هدور على الدي والدولا. بس الدي تتحط قدام الاداه الموسيقيه المذكر ودولا قدام الادوات الموسيقيه المؤنث. هيبقى عندي بقى فيرب ايه؟ فيرب فير. فيرب فير. فيرب فير معناه يمارس. فير بصراحه اطيب من جوي. ليه اطيب؟ لانه هو قال لي يا مس انا مش هلخبط الولاد، كفايه جريد فور واللي هم فيه، فانا هحط دي للمذكر ودولا للمؤنث ومش هغير. سواء جاي بعدي بقى لعبه، جاي بعدي اداه موسيقيه، هو حسب ادواته. قلت له كتر خيرك بصراحه. فقال لي انا هقول كده للولاد جيجو بلافلوت ده دي سبت او سبت. فيرب جوير كلمه السر فيه حرف الدي. طيب فيرب طيب اطيب من جوي. جوي عامل لنا نوعين ادوات بس هركز له، انا العب بيه وما يلعبش بيه، انا اكون مصحصح. لكن فيغ قال لي كلمة السر فيها حرف الدي، مش هغيرهم للأولاد عشان ما يتلخبطوش. قلت له ميرسي. جيجو دو لا فلوت. طب لو عايز أقول أنا بلعب جيجو إيه بس أنا اتلخبط؟ جو في. ركزوا يا ولاد، أنا فيرب في. جو في دو لا فلوت. طب لو عايز أقول أنا بلعب أو بأمارس لعبة مثلا الإيه؟ الدراجة. أهي لعبة أهي ألعاب. بص كده هيغير؟ لا. فيرب طيب. جو في دو فيلو. يبقى فيرب فيغ ما غيرش ادواته. جوي عمل نوعين، نوع للالعاب ونوع للاداوات. الالعاب اللي بادئه بالالف تاخد الحاجات اللي بادئه بالاي، والادوات اللي بادئه الادوات اللي فيها حرف الدال تاخد الحاجات الادوات اللي بادئه بحرف الدي. جوي فيغ بقى ثابت بياخد كله دو دولا بس. تمام. طيب نبص كده في الكتاب بتاعنا على الاكزامبل ده. جوفو جوي، بص بقى معايا بطل. جوفو جوي جوي موجود واداه دا موسيقيه يبقى حرف الدي، وهي مؤنث يبقى دولا. دولا جيتار ناقصين حرف الاو بس، بتبقى غلطات يعني مطبعيه مش عارفه اكتبها. ماشي، هنا ناقص حرف الاو، حاول اكتبه. جيتار اخرها او. طيب يبقى هنا اداه موسيقيه يبقى تاخد دا اداه. طيب جوفو فير
دو فيلو، فيغ بفيغ ثابت على الحرف الدي، وغولي مذكر تاخد دو. جو فو فيغ دو فيلو، فيلو مذكر اخذ الدو، فيغ ثابت على حرف الدي، كلمه السر فيغ بفيغ حرف الدي. طيب جولييت جو فو جوي، جوي بقى جاي مع العاب، يبقى تاخد الحاجات اللي بادئه بالاي وهي مذكر فاخدت او. جو فو جوي انجو فيديو، الاداه دي بس مكتوبه غلط، هتبقى او جو فيديو عشان هنا دي كلمه مذكر. طيب جو فو جوي او بي، طيب بص لي كده على الحرف ده بقى اخر حاجه خالص في الفيديو، ايه الحرف ده؟ ده برضو بيجي مع فيرب جوي بس بيجي مع الكلمات الجمع. جو فو جوي او بي تاخد ا يو اكس، الاكس دي من علامات برضو الجمع في الفرنش. تمام، يبقى فيرب جوي اخد او لو بيجي معاه لعبه مذكر، الا لو لعبه مؤنث، وبياخد دو لو اداه موسيقيه مذكر، ودولا لو اداه موسيقيه مؤنث. ده مين؟ ده جوي، عشان لو حابب تاخدها سكرين كده ملخص. طب فيغ بفيغ، فيغ بفيغ قال لي انا هاخد دو للمذكر ودولا للمؤنث وبس، يعني مش هتدخل في الحاجات دي، لا قال لي لا هاخد دو دولا. لكن جوي بينوع، دولت كده بيكونوا قدام الألعاب، ودول بيكونوا قدام إيه؟ الأداة والموسيقية، الأدوات الموسيقية. بس يا حبايبي يكون انتهى النهاردة فيديو النهاردة، لسه ما اشتركش يشترك عشان في شيتات مراجعة إن شاء الله هحلها لجريد فور في منهج أليكس إيزوي، ونضغط لايك ونشير الفيديو عشان كل زمايلنا كده في جريد فور إن شاء الله يستفيدوا. ربنا يوفقكم جميعا، أقول لكم ميرسي بوكو إي أو ريفوار.